أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية التي نواكب فيها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحربه الساعية إلى إنهاء القضية الفلسطينية وإنكار كل الحقوق. جرائم بكل الأوصاف من قتل متعمد مباشر لا يستثني أحدا إلى تدمير للبنى التحتية انتقل من غزة إلى الضفة إلى اعتقالات لا تتوقف وحصار إنساني وطبي وغذائي في غزة ويستمر القتل العشوائي. هذا في الميدان، أما في السياسة فعلى الرغم من انكشاف كل ألاعيب نتنياهو وخداعه بما يتصل بموضوع المفاوضات والتوصل إلى صفقة، إلا أنه يصر على النهج نفسه غير مكترث لا لمجتمع دولي ولا للأمم المتحدة ولا لرأي عام دولي، ويستند في تنفيذ خططه على دعم أمريكي مطلق عملي وفعلي، وإن كانت بعض التصريحات تتحدث عما يفترض القيام به لوقف الحرب من دون اتخاذ أي خطوة تواجه العناد الإسرائيلي أو تلجم نتنياهو عن إجرامه. أرحب في هذه التغطية بالدكتور عماد الحطب، كاتب وخبير بالشؤون السياسية، ينضم إلينا من عمان، وبعمار خضر، كاتب ومحلل سياسي، ينضم إلينا من جنين. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد عمار خضر في جنين، نستطلع معك آخر الأوضاع في الضفة الغربية خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي، ما هو الهدف برأيك من هذا التصعيد؟ يبدو أن سيد عمار خضر ليس جاهزا حتى الآن. دكتور عماد الحطبة، إذن التصعيد الآن الإسرائيلي في الضفة الغربية، ما الغاية منه برأيك؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. الحقيقة أن التصعيد له أهداف كثيرة، لا أحد هذه الأهداف هو رسم صورة مصر مفقودة، يعني أصبحت هناك قناعة لدى الحكومة الصهيونية بأن النصر في غزة لن يتحقق، حتى صورة نصر لن تتحقق، فبالتالي أنت كجيش صهيوني لك سلطة عليا على المناطق الضفة، تستطيع اقتحامها بسهولة، وللأسف بتعاون حتى أو بتغاضي من الجهات الأمنية المسؤولة عن أمن الضفة، فبالتالي تذهب لترتكب الجرائم وتقول أنك قتلت المقاومين وما إلى ذلك لرسم صورة نصر. هذا الهدف الأول، وهو هدف للتصدير للشارع الإسرائيلي، لكن هناك أهداف سياسية أخرى. تصاعد العمليات الفلسطينية منذ بداية طوفان الأقصى، هذا تصاعد ملفت، وهو يشير إلى أن ما يحدث ليس مجرد رد فعل على طوفان الأقصى أو على المجازر التي يرتكبها العدو في غزة. ما يحدث هو عملية مخططة، هؤلاء الأشخاص يمتلكون متفجرات بتقنية جديدة وحديثة استطاعت أن تدمر في أكثر من مرة عربة النسر التي تعتبر التي تعتبر واحدة من العربات العسكرية المحصنة، استطاعوا إقامة الكمائن، قتل الصهاينة، فبالتالي هذه المقاومة تتصاعد ليس فقط كما لكنها تتصاعد أيضا نوعا، مما يدل أن هناك أن هذا الأمر ليس وليد ساعته، هذا الأمر هناك خطة، هذا المحور الواسع المكون من دول وقوى يعمل بشكل منتظم. بالتأكيد قد تحدث بعض العمليات الفردية أو غير المخططة التي يخطط لها أشخاص من داخل فلسطين كما حدث على حاجز ترقومية، لكن بشكل عام يبدو أن هذه العمليات أو هذا العمل المقاوم له أثره. الخطورة هنا، يعني أنت تتحدث وكأن ما يحصل في الضفة الغربية، أتحدث عن العمل المقاوم في الضفة الغربية، هو عمل منظم على مستوى خارج فلسطين، على مستوى محور المقاومة، محور المقاومة موجود داخل فلسطين وخارج فلسطين، لكنه عمل يبدو أنه منظم. كيف تصل نفس العبوات أو نفس التقنية لإنتاج عبوات شديدة الانفجار إلى طول كرم وجنين ونابلس؟ ألم نشهد ذلك خلال الأيام الماضية؟ إذن هناك عمل منظم، على الأقل نوع من التنسيق. لا أقول أن كل العمل منظم، أنا ما أقول اليوم وأنا يعني مصمم عليه، نحن لسنا أمام معركة، نحن أمام ثورة، ثورة المقاومة بكل ساحاتها ضد العدو وضد الهيمنة الاستعمارية. هذه العملية خطيرة في الضفة الغربية لأنها ليست كغزة، غزة العدو يجب أن يأتي من الخارج، وهو إذا أحس بأنه في أزمة يستطيع الانسحاب
وفرض حصار على غزة، لكنه في الضفة الغربية هناك 800 ألف مستوطن، وأنت إذا أردت أن تطور تقنية صاروخية في الضفة الغربية لست لا تحتاج إلى تقنية متقدمة جدا، أنت مجرد صواريخ بدائية قصيرة المدى، المنطقة تعج بالمستوطنات. إذن الضفة الغربية تشكل الخطر الحقيقي على وجود هذا الكيان، وبالتالي لابد من تصف من إعادة تجربة السور الواقي. السور الواقي ب 2002 الذي استهدف نفس المناطق طول كرم، جنين، طوباس، ونابلس، هذا ما حدث في 2002، وبالنهاية انتهى في مخيم جنين لترتكب المجزرة المعروفة، وكانت نتيجتها يعني إحباط العمل المقاوم لفترة تزيد عن 18 سنة. اليوم الصهاينة بيلجأوا لنفس الخطة، أنه إحنا سنصفي كل جيوب المقاومة، كل الوجوه المعروفة، النشاطات، لكن ما يغيب عنها أن وما يظهر لنا أن هذا العمل منظم. كم قائدا، أنا لم أحصهم، لكن أتساءل كم قائدا لعرين الأسود أو لكتيبة جنين أو لكتيبة طول كرم استشهد خلال السنة الماضية؟ أكثر من قائد، ومع ذلك لم تختفي، بقيت موجودة. إذن هناك هيكل تنظيمي ما أنا لا أعرفه، لكني أجد أن المقاومة الفلسطينية تعيد إنتاج نفسها بشروط سياسية جديدة، شروط رافضة لذل اتفاقيات أوسلو. يعني من نفذ عملية ترقومية كان في الحرس الرئاسي. إذن هذا الجيل الجديد وهو ابن التنظيمات الفلسطينية نفسها، ابن فتح وابن حماس والجهاد الفلسطيني، الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، هذا أعاد إنتاج نفسه سياسيا وثوريا لكي يبادر إما بعملية فردية أو من خلال يعني تشكيلات ثورية عابرة للتنظيمات يكيل للعدو بشكل جديد. فالمقاومة الفلسطينية التي أحبطت مع اتفاقيات أوسلو وإنهاء الانتفاضة الثانية الآن تعيد إنتاج نفسها بشكل جديد جدا، بشكل عنيف، بشكل مبرمج وبشكل مسيس، وهذا مهم. لم تعد مجرد إطلاق نار لقتل الصهاينة، هناك حديث واضح. انظر إلى ما يحدث، حماس تفاوض، حزب الله يهدد، إيران تحتفظ بحق الرد، تصاعد الهجوم على الضفة الغربية، صعد محور المقاومة في باب المندب في اليمن ضرب السفن مع أنه لم يتوقف لكنه تصاعد. إذن هذا المحور لا يعمل بهذه العفوية الحماسية، هناك مخطط، هناك مخطط مدروس وواضح أنه لا نعرف تفاصيله. طيب هل هذا المخطط هو مخطط استنزاف إسرائيل دون الدخول في مواجهة موسعة في المنطقة تؤدي إلى حرب إقليمية؟ بالتأكيد هو ليس تجنبا للحرب وليس خوفا من الحرب، لكن أنت إذا سمحت لإسرائيل بالدخول في حرب إقليمية فأنت أعطيتها اليد العليا، لأن إسرائيل تمتلك سلاح جو، تمتلك دعم أمريكي، بوارج موجودة في البحر تدعمها من حلف الناتو. إذن فأنت إذا فتحت لإسرائيل المجال لحرب إقليمية، حرب واسعة، فهذه الحرب ستكون قصيرة، سيتم تدمير الكثير من البنى التحتية وخسائر بشرية عالية، ورفع وأعطيت إسرائيل اليد العليا في المعركة. اليوم أنت صاحب، وأنقذت أيضا بنيامين نتنياهو الذي يريد الهروب باتجاه حرب إقليمية. نعم، وقدمت له جائزة ضخمة جدا. طيب بالعودة إلى الضفة الغربية، أنت تحدثت عن نقطة جوهرية بأن إسرائيل تريد إنهاء المقاومة في الضفة الغربية، ولكن هل برأيك تريد فقط إنهاء المقاومة في الضفة الغربية أم تريد تغيير الواقع الديموغرافي من خلال ترحيل الفلسطينيين كما أرادت في بداية هذه الحرب في قطاع غزة؟ وهذا ما دفع بنيامين نتنياهو إلى تعمد قبل يومين إلى تعمد وضع الخارطة، خارطة فلسطين المحتلة، دون ذكر الضفة الغربية. بالتأكيد مشروع التهجير هو مشروع الدولة الصهيونية أو الدولة اليهودية منذ إنشائها، حتى ما قبل إنشائها، أن يكون هذه الجغرافيا أن تكون وطنا قوميا لليهود بكل أطرافها، لا يوجد فيها ضفة ولا قطاع غزة ولا أي شيء. إسرائيل تدرك تماما أن الأمر ليس بالسهولة التي يعني أو ليس لن يأتي بالشكل الذي يتوقعه البعض، أن سنجد مثل غزة سنشهد أفواجا من الناس الذين يحملون عقائبهم وملابسهم وينتقلون من جنين إلى الأردن مثلا. لكن إسرائيل تعلم أيضا أن جزء كبير جدا من المواطنين في فلسطين ما زال يحمل الجنسية الأردنية،
ويحق له دخول الأردن والإقامة فيها والعيش فيها كمواطن أردني. وأنت عندما تضع المزيد من الضغوط الإنسانية، لماذا يعني تريد أن تقتل المقاومة؟ لماذا تجرف الشوارع؟ لماذا تدمر المستشفيات؟ لماذا تستهدف المدارس؟ ما علاقة ذلك بقتل المقاومة؟ يعني نشهد جرافة في الشارع، لا يوجد أي مقاوم، لا أحد يطلق النار، تقوم بحفر الشارع وتدميره. إذن أنت تضيق على هؤلاء الناس، وهي تدرك أنها بإمكانها أن تقوم بموجة مهمة من الهجرة بسبب بحث الإنسان الطبيعي عن ظروف أفضل، موجة جديدة من الهجرة باتجاه الأردن. وهذا ما قاله إسرائيل كاتس بصراحة، قال هذه حرب عن عملية سيف المخيمات أو المخيمات الصيفية، قال هذه معركة ضد كل شيء ويجب أن ننتصر بها، ويجب أن نطبق نموذج غزة في الضفة الغربية. نموذج غزة ليس فقط بالتهجير القسري، أيضا هناك التهجير بالحرمان من الماء، بالحرمان من الطعام، من العلاج، من التعليم. وهذا المخطط أسهل كما قلت لك في الضفة، لأن هناك حوالي نصف مليون مواطن موجودين في الضفة الغربية أقل أو أكثر قليلا، يتمتعون بالجنسية الأردنية من زمن الوحدة بين الضفتين، وبالتالي بإمكانهم الانتقال بسلاسة ودون تهجير قسري ودون المنظر الذي نراه في غزة لهؤلاء الذين يسيرون في الطرقات يحملون أثاثهم وما إلى ذلك، وبعضهم له أملاك في الأردن وله أبناء يعملون وما إلى ذلك، لذلك ستكون العملية أكثر سهولة. الآن انضم إلينا السيد عمار خضر، الكاتب والمحلل السياسي من جنين. سيد عمار، أهلا ومرحبا بك. أنتم يعني في جنين، كيف تنظرون إلى هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي حصل خلال الأيام الماضية؟ بداية تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. ما يحصل في جنين وفي شمال الضفة الغربية يأتي في سياق هذه الحملة التي تشنها دولة الاحتلال على شمال الضفة بحجج كثيرة، ومنها أهداف استراتيجية وتكتيكية. ممكن أن نرى الحاصل الآن في جنين لتدمير البنية التحتية ولمهاجمة المستشفيات وقطع الماء والكهرباء وتدمير شبكات الصرف الصحي، أنه يأتي في سياق العقاب الجماعي لهذه المدينة لما لها من تاريخ طويل في مقارعة الاحتلال وإيقاع الخسائر الكبيرة به، وكان لها يعني الدور الكبير في إشعال الانتفاضة في الفترة الزمنية القريبة منذ 3 سنوات وأكثر قليلا. وهذه المدينة تقدم نموذج عالي من التضحية والفداء والاشتباك المستمر والمباشر مع دولة الاحتلال، لذلك نرى أن هناك نوع من الحقد على هذه المدينة نتيجة لهذا التاريخ الطويل من المواجهة والتصدي لدولة الاحتلال. ويأتي أيضا في سياق أن دولة الاحتلال لها مشكلة مع كل ما هو فلسطيني في الضفة الغربية، لأنها تعتبر أن قلب المشروع الاستعماري الصهيوني هو الضفة الغربية، لذلك تحاول أن تخلق بيئة طاردة للفلسطينيين وأن تجعل من هذه البيئة محاربة للفلسطينيين، بمعنى أنها لا يمكن العيش في ظل هذه الظروف التي لا يوجد بها ماء ولا كهرباء ولا صرف صحي ولا شبكات تنقل وطرق ولا مستشفيات. كل هذه الظروف تحاول أن تجعل دولة الاحتلال منها ضاغط على الشعب الفلسطيني حتى يهاجر. لكن هذا سيف ذو حدين سيد عمار، يعني عندما تفعل إسرائيل هذا الأمر في الضفة الغربية، بالتالي هذا ربما يؤدي أيضا إلى تصاعد الأوضاع وإلى اشتعال الوضع وانفجاره في الضفة بشكل كبير جدا. نعم، تاريخيا عندما قام دولة الاحتلال بمثل هذه الأعمال كان الرد الفعل الطبيعي من الفلسطينيين هو الدفاع عن نفسهم، ولذلك نرى حالة المقاومة المتصاعدة، لأن هناك تأييد شعبي لهذه المقاومة واحتضان للمقاومين، وأيضا للشعور الفلسطيني العام سواء على المستوى الشعبي أو الفصائلي أن هناك خطط تحاول أن تمارسها دولة الاحتلال في الضفة الغربية تستهدف كل ما هو فلسطيني. ورأينا أيضا سلوك المستوطنين في الضفة الغربية، لذلك عندما يرى الفلسطيني هذا الاعتداء الصارخ وهذا الهجوم الكبير على كل ما هو فلسطيني في الضفة الغربية، بالتأكيد سيحاول التفكير بأن يدافع عن نفسه في ظل هذه الهجمة. وأيضا خلقت دولة الاحتلال نوع من الثأر الشخصي عند كثير من العائلات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة نتيجة لهذا الهجوم. وعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن عائلة الزبيدي الذي ارتقى منها بالأمس أحد أفرادها في طوباس، قدمت ما يقارب 7 إلى 8 شهداء خلال الفترة الماضية، لذلك نرى أن دولة الاحتلال تستهدف الفلسطينيين وتزيد من حالة التصدي والدفاع عن النفس ومقارعة الاحتلال ومقاومته، لأن هذا السلوك الإجرام الذي تقوم به دولة الاحتلال بالتأكيد سيقابل برد فعل فلسطيني وهو الدفاع عن النفس والتصدي لهذه الهجمات ومحاولة الحفاظ على الوجود والحقوق الفلسطينية. فبالتأكيد ما تفضلت به أن هذا الذي تقوم به دولة الاحتلال تاريخيا علمنا أنه سيكون الرد الطبيعي
والمقاومه، وما نشاهده الان من حاله ازدياد المقاومه وارتفاع وتيرتها وتمددها جغرافيا، وايضا زياده الامكانيات التي باتت تملكها المقاومه. صحيح انها ما زالت بدائيه وبسيطه، الا انها اصبحت عندما احسنت توظيفها تربك دوله الاحتلال وتوقع بها الخسائر، كما راينا في مرات سابقه بعمليات قامت بها المقاومه في الضفه الغربيه. سيد عمار، قبل أن ننتقل يعني إلى هذا التقرير يعني معرفة الأوضاع في الضفة الغربية بشكل أوضح، فيما يتعلق بالصورة التي أو الخارطة التي عرضها بنيامين نتنياهو قبل يومين وحذف فيها الضفة الغربية، كيف قرأتم في الضفة هذا الأمر، وما هي الرسائل برأيك لرئيس الوزراء الإسرائيلي من خلالها؟ واضح أن دولة الاحتلال عندما تم تشكيل هذه الحكومة كانت تحت شعار حسم الصراع مع الفلسطينيين، لذلك عندما جاء موضوع الضفة الغربية وأتيحت لنتنياهو أن يحاول أن يمارس هذه الخطط بشكل عنيف في الضفة الغربية وهذه الحكومة المتطرفة، لم تدخر أي جهد بهذا التوجه لاستهداف الضفة الغربية وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها. وإذا تعلق الموضوع، يعني عندما نتعلق الموضوع بنتنياهو الذي يملك أوراق اللعب في داخل دولة الكيان ويتحكم بالمشهد بشكل كامل، نعتقد أن هذا الرجل لطبيعة عقليته وتفكيره، ويمكن أن نستشرف هذا من خلال قراءة كتبه التي كتبها ككتاب تحت الشمس أو ما كان بين الأمم، نرى أن هذا الرجل لا يؤمن إلا بعقلية القتل والدمار، بمعنى أنه يؤمن بالواقعية الهجومية كنظرية للتعامل السياسي، ومن خلال هذه النظرية يفترض أن القوة هي القادرة على حسم الصراع وتحقيق الإنجازات، وأيضا يؤمن بأن الأمن فوق كل الاعتبارات سواء الاقتصادية أو السياسية وما إلى ذلك، ويعتبر الأرض جزء الأهم في موضوع الأمن، فهو يتعامل مع الأرض على أنها الجزء الأهم في المنظومة الأمنية، وأن الحفاظ عليها هو الركيزة الأولى في الأمن، لذلك يحاول أن يسيطر على الضفة الغربية علّه يجلب من خلال هذا الأمر أمن لدولة الكيان، وهو يمارس هذه الخطط بشكل عنيف في الضفة الغربية ويتوجه هذا التوجه. فبالتأكيد عندما يتم نشر مثل هذه الخريطة هو يعبر عما بداخله وعن الخطط المختزنة في هذه الحكومة، أنها تريد أن تنهي الوجود الفلسطيني على كل المستويات، سواء على المستوى السياسي وتدمير السلطة، أو على المستوى الشعبي ومحاولة تهجير الفلسطينيين، أو على مستوى المقاومة محاولة إنهاكها، ويعني هذه العمليات التي تسميها جز العشب وملاحقة المقاومين والتخلص منهم. إلا أن هذه الحالة باعتقادي أنه لن تنجح بها دولة الاحتلال. صحيح أن فارق القوة ما زال كبيرا بين الشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال ولا يمكن مجال للمقارنة، لكن الصمود والثبات الذي يبديه الشعب الفلسطيني هو الوحيد القادر على هزم هذه الدولة ويعني إرجاع خططها فاشلة، وهذا كان دأب دائما الشعوب التي كانت تحت الاحتلال وتحررت رغم الفارق الكبير بين المحتل والشعب المحتل نفسه، ولكن الصمود والثبات والتحدي هو من سيكسر دولة الاحتلال ويجعلها تنهزم. إذا مشاهدينا، يستمر تصعيد عدوان الاحتلال على الضفة الغربية لليوم التاسع وسط عمليات دهم واسعة وتدمير للبنية التحتية، فيما قرر جيش الاحتلال تمديد العملية العسكرية بعدما كان يفترض الانتهاء منها أمس. نسرين سلمي والتفاصيل. إسرائيل مددت عملياتها العسكرية في جنين شمال الضفة الذريعة ملاحقة المقاومين الفلسطينيين، فيما الهدف بدا واضحا في حجم الدمار الذي أحدثه الاحتلال في حارات جنين وشوارعها. قوات الاحتلال فجرت عشرات المنازل في المخيم ودمرت محال تجارية في وسط المدينة، عدوان أكد مراقبون أن هدفه في الأساس ترهيب الفلسطينيين. يعني الطريقة التي يدمر بها البنية التحتية في جنين هي مؤشر واضح على الطريقة التي يحاول أن يستنسخها والتي أن يكرسها في أذهان الفلسطينيين في باقي محافظات المدن الفلسطينية من أجل أن يخافوا ويهاجروا ويغادروا. الدمار نفسه حل في طول كرم ومخيمها في ظل حصار مشدد فرضه الاحتلال على مخيم طول كرم ومستشفيات المدينة، فيما واصلت فصائل المقاومة التصدي للعدوان بالعبوات محلية الصنع والرصاص، في وقت هددت فيه إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية وإحضار كتائب من غزة إلى الضفة. إسرائيل معنية بإفناء الهوية الفلسطينية، كل ما يفعله نتنياهو ليس فقط في إطار بقائه في سدة السلطة والحكم، وإنما أيضا الإطاحة بالهوية الفلسطينية. ولا تنسوا بأنه أعاد تقديم ذات الخارطة التي عرضها
أمام الجمعية العامة في أيلول الماضي، وقد شطب منها الضفة الغربية بشكل كامل. وبينما تركزت عمليات الاحتلال في شمال الضفة، شنت قوات أخرى حملة دهم واعتقالات واسعة في بيت سوريك شمال غرب القدس ومخيم الجلزون شمال رام الله. إجوا فاتوا تقريبا على منطقة الجلزون على 3-3.5، وإجوا مخصوص على هون على بيت أختي، على المنطقة كلها، إلى عمارة لدار عمي يعني. وعلى طول جمعوا الجميع تحت في دار ابن عمي تحت، وخلوا ابن أختي هون لحاله، وبلشوا تكسير في البيت وضرب فيه، واعتدوا عليه بالضرب يعني المبرح. كما داهمت الخليل جنوب الضفة وقراها ونفذت حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين. قرار إسرائيل توسيع العملية العسكرية وتمديدها يهدف إلى إعطاء جيش الاحتلال مزيدا من الوقت لاقتحام مدن فلسطينية أخرى ومخيماتها وتدمير البنى التحتية فيها واعتقال مزيد من المقاومين. نسر سلمي من مخيم الجلزون شمال رام الله، الميادين. دكتور عماد الحطبة، برأيك كيف ينعكس تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية على جبهة غزة؟ فلسطين كلها جبهة واحد، يعني العدو ينظر إلينا كخصم واحد، هو يقتل يدمر بنية تحتية مستشفيات أبار مياه في غزة، ويقوم بنفس الفعل في الضفة الغربية. كما تفضل ضيفك، الوجود الفلسطيني كوجود فلسطيني، سواء بشكله المادي الفيزيائي، يعني تفريغ أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، أو كما قالت إحدى زعيمات الحركات الاستيطان فليذهبوا إلى ما خلف البحر لتأخذهم تركيا وأوروبا، وقالت على إحدى التلفزيونات الأوروبية. وكذلك هناك إنهاء المشروع السياسي الفلسطيني. طبعا أنا لا أعتبر أن السلطة تمثل مشروع سياسي فلسطيني، هي مشروع سياسي للاحتلال ومن يؤيده. المشروع السياسي الفلسطيني مشروع استقلال، ويعني أنت ترى وتسمع أن هذا ما يحدث في مخيم جنين، في جنين ومخيمها، في تركيا ومخيمها، ولم نسمع من السلطة سوى احتجاجات تشبه تماما الاحتجاجات التي تصدر في البيرو أو في فنزويلا، يعني هي هذا دورها بالحد الأقصى. هناك مشروع سياسي آخر بدأ يتطور كما تفضل ضيفك خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مشروع مقاوم مرمى من جديد على الأرض. المطلوب إحباط هذا المشروع والعودة إلى المشروع الذي مثلته ما يسمى عملية السلام، هو مشروع تعايش بالحد الأدنى. بالحد الأدنى، يعني هناك كاتب في الهارتس اسمه أري شبيط، له كتاب اسمه أرض ميعادي، يقول أنه في النهاية علينا أن نفصل ما بيننا وبينهم، أن نحصرهم داخل المدن ونسمح لهم بالذهاب باتجاه الشرق، يعني باتجاه الأردن، يعني أن تكون هذه طريقهم للحياة، للسفر، للتعليم، ما أن لا يدخلوا إلى داخل الكيان الصهيوني، رغم اعترافه بأن الكيان الصهيوني هو يعني لم يكن كيانا شرعيا، لكنه يقول أنه أصبح أمرا واقعا. إذن هذا هو المشروع. وبالتالي هاتين الجبهتين مرتبطتان تماما، يعني مرتبطتان ليس بالمفهوم التنسيق السياسي وليس بمفهوم هذا، هذه فلسطين وكل ما والعدو يستهدف كل الفلسطيني، فالكل الفلسطيني متساوي. هلا تكتيك العدو اليوم في غزة بسبب المواجهة، هذا التكتيك بسهولة كما شاهدنا في مخيم جنين بالإمكان نقله إلى الضفة الغربية، وحتى في التاريخ بالإمكان نقله الأراضي 48. يعني قبل أيام كان في هجوم على جمهور رياضي لنادي سخنين مثلا، اللي هو نادي موجود في 48 ويلعب بالدوري الصهيوني، لكنه نادي لمدينة عربية، تم الاعتداء على جمهوره داخل الملعب لأنهم عرب. إذن الكل الفلسطيني واحد، المعركة واحد، الخصم هو هذا الخصم الذي يعني يده وتمثله الكيان الصهيوني في بلادنا، لكنه هي الهيمنة الاستعمارية التي تسعى للسيطرة علينا. واليوم طيب، نحن الكل الفلسطيني واحد، هذا أمر طبيعي دكتور عماد، ولكن سيد عمار خضر، الضفة الغربية لها خصوصية بالنسبة لإسرائيل فيما يعرف عند الإسرائيليين بيهودا وسامرة، وبالتالي لها خصوصية دينية بالنسبة لهم، أليس كذلك؟
نعم بالتأكيد لها خصوصية دينية ولها خصوصية أمنية وسياسية، ولذلك تتعامل دولة الاحتلال مع الضفة أنها قلب المشروع الاستعماري وتتعاطى بهذا السياق، ولها ولذلك نرى هذه الحكومة المتطرفة التي تستند إلى رؤيتها إلى رؤية توراتية وإلى موضوع يهوذا والسامرة وإقامة دولة الاحتلال في هذه المنطقة لها بعد تاريخي وتوراتي، لذلك تسعى إلى دولة الاحتلال إلى تنفيذ هذه المخططات في الضفة الغربية مستندة في ذلك إلى بعد توراتي تاريخي وأيضا إلى البعد الأمني الذي يحاول نتنياهو فرضه في الضفة الغربية، على اعتبار أن الضفة الغربية بطبيعتها الحالية الجغرافية والاشتباك والتشابك بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين، نرى أن هذه المساحة من الاشتباك تجعل من دولة الاحتلال تشعر بالقلق والخوف على المستوطنين، لأن إمكانيات القيام بعمليات مباشرة تجاه هؤلاء المستوطنين متاحة وسهلة في ظل هذا الاشتباك والتقارب المكاني والجغرافي. لذلك تسعى دولة الاحتلال إلى هذا، إلى تفريغ الضفة الغربية بكل ما أوتيت من قوة من خلال هذه المنهجية التي تقوم بها في الضفة الغربية. ونحن نتحدث الآن عن شمال الضفة الغربية أن هناك هجوم كاسح بهذا الشكل، وأيضا هناك هجوم أكثر شراسة في جنوب الضفة الغربية، بمعنى أن الاستيطان يستشري في جنوب الضفة الغربية أكثر من شمالها، وتقوم دولة الاحتلال بتقطيع أوصال الجنوب أكثر من شمال الضفة الغربية، بمعنى أنها تقوم بوضع أبواب على كل المدن والبلدات الفلسطينية في تلك المنطقة وحجزهم داخل يعني سجون واسعة، وتقوم بالتضييق عليهم بشكل مباشر. ما نراه الآن في شمال فلسطين في جنين وطوباس وطول كرم ونابلس يمارس بشكل آخر في الخليل وبيت لحم ورام الله، لذلك الكل المنطقة مستهدفة من قبل دولة الاحتلال، ونرى أن دولة الاحتلال تحاول. هل أفهم من هذا الكلام بأنه الآن الاحتلال الإسرائيلي طالما اعتبر الضفة الغربية هي منطقة قتال بالنسبة لإسرائيل سيتعامل مع جنوب الضفة الذي كان في الغالب محيد في السنوات الماضية غير الشمال، شمال الضفة، سيتعامل مع الجنوب على نفس أو في نفس الوتيرة التي يتعامل معها مع الشمال؟ من الواضح أن دولة الاحتلال كانت تستهدف الجنوب بشكل أكثر لناحية الاستيطان وهدم المنازل، يعني لو عملنا مقارنة بين هدم المنازل في الجنوب وفي الشمال لرأينا في الجنوب كان هدم المنازل للفلسطينيين بشكل أوسع، وحتى أن هناك قرى يتم تهجيرها في تلك أنا أتحدث المناطق. عن ناحية التعامل الأمني والعسكري الإسرائيلي. نعم، وهذا جزء من التعامل الأمني أن يقوم بتهجير الفلسطينيين وهدم بيوتهم ومحاولة التضييق عليهم لحمل جعلهم يخرجون من هذه الأرض ويهجرون منها بسياسة التضييق التي تقوم بها دولة الاحتلال، وأيضا للناحية الأمنية التي تقوم بها، بمعنى أنها تقوم الآن بوضع حواجز وبوابات على مداخل القرى والبلدات الفلسطينية في جنوب فلسطين، يعني في مناطق الخليل وبيت لحم يتم حجز الفلسطينيين في داخل قراهم من خلال بوابات توضع على مداخل هذه القرى ويمنع الخروج منها والدخول إليها إلا بتصريح أو إذن من دولة الاحتلال. لذلك الهجوم على الجنوب كما هو الجنوب على الشمال كله في نفس السياق، يأتي في سياق أن دولة الاحتلال تعتبر الوجود الفلسطيني بحد ذاته مشكلة ومعضلة تريد التخلص منها، ولا يمكن التخلص منها إلا من خلال إيجاد بيئة طاردة للفلسطينيين وقتل ما أكبر قدر من الفلسطينيين ومحاولة دفعهم للهجرة خارج هذه المنطقة علها تمارس ما تؤمن به من نبوءات توراتية وبعد توراتي في عقيدتهم بما يتعلق في الضفة الغربية، وأيضا لناحية أن يكون هناك أمن واستقرار للمستوطنين الذين جاءوا ليستوطنوا بهذه البقعة الجغرافية. وفي المناسبة أكثر المتشددين والمتطرفين هم من يسكن الآن في جنوب فلسطين في المستوطنات سواء في كريات أربعة وغيرها من المستوطنات، هم أكثر المستوطنين تطرفا وشدة في هذه المنطقة، ونرى لهم أعمال إجرامية يقومون بها سواء على الهجوم على القرى والبلدات الفلسطينية من خلال تجمعات وقطعان المستوطنين، يقومون بحرق المنازل والبيوت والمحاصيل الزراعية والسيارات ويعربدون في الشوارع، ينزلون إلى الشوارع ويقطعون الطرق. فيما مضى كان المستوطن عندما يريد أن يخرج من مستوطنته كان يحتاج إلى حراسة أمنية مشددة، الآن انتقل المشهد حقيقة، حتى نكون واضحين أن دولة الاحتلال استطاعت أن تحقق بعض الإنجازات في هذا السياق، بدنا نرى المستوطن ينزل إلى الشارع ويعربد ويغلق الطريق على الفلسطيني ويمنع تحرك الفلسطيني بشكل مريح، وأحيانا يتم ضربهم وإيذائهم وحتى قتلهم من قبل المستوطنين. وعدد المستوطنين كان قبل أوسلو ما يقارب 70,000، الآن نتحدث عن 750,000 مستوطن في الضفة الغربية. الظروف التي خلقها أوسلو جعلت الاستيطان يتمدد في الضفة الغربية دون أن يشعر أحد، وجعل هذا الاستيطان يستشري لنصل لمرحلة أن المستوطنين أصبحوا يشكلون قوة في الضفة الغربية تشكل خطر حقيقي على الفلسطينيين بهذه الهجمات التي نراها متزايدة.
مشاهدينا إلى مجلس الأمن الدولي، حيث وجهت تل أبيب بإدانات من الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس خلال جلسة طارئة دعت إليها لإدانة حركة حماس بزعم قتل أسرى إسرائيليين. تقرير نزار عبود. منذ انطلاق طوفان الأقصى وإسرائيل تطلب إدانة حركة حماس دوليا، لكنها لا تنجح في كل مرة، فجرائمها البشعة تخطت كل الحدود وجلبت لها الإدانات حتى من محكمة العدل الدولية، بيد أن مجلس الأمن يبقى معطلا عن العمل بقرار أمريكي. كل يوم يمضي من دون أن يعمل هذا المجلس بموجب دعوى محكمة العدل إلى إنهاء الاحتلال والتمييز العنصري هو يوم للتخلي عنا. نحن شعب هذه الأرض نترك للمعاناة والموت بعشرات الآلاف عبثا في ظل نظام عنصري ظالم بطاش. الدعوة إلى عقد الجلسة الطارئة لم تقتصر على الجانب الإسرائيلي، فالجزائر دعت إلى مناقشة الوضع الإنساني في غزة والضفة، ورأت أن تقاعس المجلس عن تطبيق قراراته كان مسؤولا عن قتل آلاف إضافيين من الفلسطينيين، فضلا عن تقويض هيبة المجتمع الدولي. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، والحجم الهائل للقتل والدمار يكشف عزما على محو الهوية الفلسطينية وفكرة الدولة الفلسطينية. ولم تستطع الولايات المتحدة تجاهل جرائم إسرائيل في الضفة الغربية، ولكنها بدلا من الضغط على المعتدي قدمت السلاح والذرائع لمواصلة العدوان. روسيا لامت واشنطن على المماطلة والعمل لدفن قرار المجلس لثلاثة أشهر، وطلبت بعمل دولي يرغم إسرائيل على وقف العدوان. أما مندوب فلسطين فتساءل كيف يكون دعم الضحايا بتزويد القاتل أسلحة فتاكة وبتجاهل توسيع الاحتلال بالقوة. لا أحد ساذج إلى حد التغافل عن الغاية من كل هذا البطش، إنها الأرض، فكل الفلسطينيين مذنبون بجريمة الرغبة في العيش على أرض أجدادهم. لم يحصل مندوب إسرائيل على غايته من عقد هذه الجلسة، والأمم المتحدة تستعد لاستقبال رؤساء الدول في الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ضمنهم بنيامين نتنياهو، لكنه سوف يقابل بتظاهرات ساخطة لن يتخلف اليهود الأمريكيون عن المشاركة فيها. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. دكتور عماد، هل أثبت مجلس الأمن الدولي برأيك عدم جدواه وعدم تأثيره وفعاليته في ظل عدم استطاعته استصدار قرار لإدانة إسرائيل ولإيقاف هذه الحرب على أقل تقدير؟ الحقيقة أن يعني مجلس الأمن الدولي أثبت ذلك منذ فترة طويلة. مجلس الأمن الدولي الذي لم تحركه مجازر، يعني هل ننسى المجازر العراق، أفغانستان، يعني مجازر كثيرة، ما حدث في لبنان، هل ننسى قانا، هل ننسى الاجتياح الصهيوني للبنان. إذن مجلس الأمن هذا عاد، هذا مجلس الولايات المتحدة، مجلس توزيع الدم، يعني أنت توزع دم الأشخاص. أنت لا تستطيع أن تعبر إلى مجلس الأمن أو أي مؤسسة دولية في العالم إذا اتهمت بمعاداة السامية. أنا أقول لك أنه في الحرب العالمية الثانية أكثر شعب خسر هو الشعب الروسي والشعب الألماني، ضحايا بشرية، خسر ما نسبته 8% من الشعب. في غزة النسبة تفوق 10% من السكان، ومع ذلك أنت لازلت تحتاج إلى أن تثبت أنك لست معاد للسامية في الجامعات الأمريكية وفي مجلس الأمن وفي الهيئات الدولية لكي يسمع رأيك. أما أن تعادي شعبا بأكمله، أن تبيد 10% من سكان، ما بين جريح وشهيد من سكان غزة، فهذا ليس معاداة لأي شيء، هذا اسمه conflict، صراع، هذه ليست مجزرة. إذن هذا المجلس وهذه هيئة الأمم، أعتقد لو أن الأمم تمتلك إرادتها فهي يجب أن تغادر هذه الهيئة، وأن تغادر، لأن هذه الهيئة مسؤولة عن جرائم تبدأ من فيتنام ولم تنتهي حتى اليوم فيما يحصل في غزة. هذا مجلس عقيم، ومن يذهب إليه مستجديا أي رأي من الولايات المتحدة، يعني ماذا كان ينتظر أي شخص، أو ماذا ننتظر نحن من مجلس تتحكم الولايات المتحدة بقراراته بالفيتو؟
هل ننتظر هل هذه المعركة مع العدو الصهيوني، هذه المعركة مع الهيئة المالية الرأسمالية وعلى رأس الولايات المتحدة، فهمها الحوثيون وهم لا يقتلون إسرائيليين، هم ولا يدمرون سفن إسرائيلية، هم يدمرون السفن الرأسمالية التي تذهب إلى ميناء إيلات. علينا أن نفهم هذا الدرس، هذا ليس مكاننا، مكاننا هو في جنوب لبنان، في اليمن، في صعدة، في غزة أو في الضفة الغربية، هذا مكاننا الطبيعي الذي نقدم فيه رأينا وليس مجلس الأمن. سيد عمار خضر، أين هي السلطة من ما يجري الآن في الضفة الغربية؟ للأسف السلطة الفلسطينية لم تصل لمرحلة أن يكون لها موقف لحجم هذا الوضع الذي نراه، الكارثي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وما زالت تراهن على الموقف الأمريكي والإدارة الأمريكية والرباعية ومسار التسوية، مع العلم أن دولة الاحتلال أسقطت هذا الخيار ولم تعد تؤمن به ورفضت كل هذا المسار وجعلت منه مسار يعني يدمر القضية الفلسطينية ويسحق كل حقوق الفلسطينية، وللأسف ما زالت السلطة الفلسطينية تتمترس خلف هذا الخيار وترى أنه هو الخيار الوحيد الذي يعني يعبر عن الشعب الفلسطيني، وهذا للأسف يعني لا يوجد أي تأييد شعبي لهذا الخيار حاليا. الشعب الفلسطيني بشكل واضح أصبح يؤمن بخيار المقاومة في ظل أن دولة الاحتلال هي من تشن هذه الحرب الإجرامية والإبادية على الشعب الفلسطيني. لم يعد هناك خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى خيار المواجهة والتصدي، ولذلك نرى الحالة الشعبية الداعمة للمقاومة ولخيار المقاومة وهذا الاحتضان للمقاومين، ونرى فشل الخطط الإسرائيلية تجاه المقاومين في ظل هذا الاحتضان الشعبي لخيار المقاومة. إذا أردنا الحديث أكثر عن موقف السلطة، يجب أن يكون هناك تغير جذري في هذا الموقف وأن لا يبقى هنا، على الأقل لا نريد منهم أن يقوموا بمشاركة المقاومة بالسلاح، وهذا واجب عليهم في ظل هذه الحملة التي تشنها دولة الاحتلال على كل ما هو فلسطين، وخصوصا السلطة الفلسطينية كجزء من هذا الاستهداف أيضا، أن يكون هناك تغير. ولكن إذا يعتبر أن هذا الأمر خارج إرادته وهو لا يجب أن يكون ضمن أولوياته الآن، أن يكون هناك تغطية سياسية لمصالح العمل المقاومة سواء حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، وأن يعتبر هذا النضال جزء من المقاومة الشرعية التي يبديها الشعب الفلسطيني، وأن لا يبقى خلف خيار الأمم المتحدة باعتبار هؤلاء الحركات حركات إرهابية والتعاطي معها على هذا الأساس. أن يكون هناك انتخابات جديدة لانتخاب مجلس وطني يشمل الكل الفلسطيني ويعبر عن حالة جديدة تستطيع التصدي لهذه الهجمة التي تشنها دولة الاحتلال، انتخابات من أجل تشكيل مجلس تشريع جديد، تشكيل حكومة وفاق فلسطيني تكون قادرة على التصدي لهذه الهجمة التي تشنها دولة الاحتلال، وحتى موضوع المقاومة الشعبية التي تؤمن بها السلطة كخيار وحيد. يجب أن يكون هناك تفعيل للشارع الفلسطيني، ونحن لا نرى هذا التفعيل بشكل جدي وحقيقي من خلال المتابعات الميدانية. هناك تغييب للشارع من التفاعل مع هذه الأحداث الجسام من خلال الجهات الرسمية. على الأقل يجب أن يكون هناك نقل للقوى الأمنية إلى المناطق التي يأتي المستوطنين لضربها وحرق البيوت فيها حتى يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم. يجب أن يكون هناك تحرك من أبو مازن أن يذهب إلى مصر مثلا ويحاول أن يذهب إلى معبر رفح. معقول أن يأتي يعني رئيس الأمم المتحدة مثلا إلى معبر رفح ليريد الدخول إلى قطاع غزة، وأن لا يذهب الرئيس الفلسطيني إلى هذه المنطقة ليقول أنه يريد الدخول؟ صحيح أنه أعلن ذلك في تركيا، لكن لم نجد حراك حقيقي لهذا التوجه. هي إسرائيل لم تسمح بذلك. لو أراد التحرك بشكل جدي لا تمكن، وهذا جزء من المشكلة، أن يكون حتى الرئيس الفلسطيني ملزم به أن يكون ما تبليه عليه دولة الاحتلال، سواء التحرك شمالا أو غربا أو التحرك خارج المقاطعة، هو مقيد أيضا من قبل دولة الاحتلال. لذلك باعتقادي أن السلطة الفلسطينية مقيدة كما هو الشعب الفلسطيني، لكن للأسف خياراتها ما زالت خيارات التسوية والسلام والمراهنة على الأمريكي، وهذا يضعف الحالة الفلسطينية بالتأكيد. يجب أن يكون هناك انتقال للحالة العامة وتشكيل حكومة فلسطينية يعني برنامج سياسي يجعل المقاومة هي القاعدة الأساسية التي ينطلق منه، وألا يبقى التمترس خلف خيار الرباعية الدولية والإطار السلمي والإدارة الأمريكية، لأن هذا يضعف الحالة الفلسطينية كما شاهدناه في هذا التصرف الذي تقوم به السلطة الفلسطينية إلى حد الآن. مشاهدينا، توسيع حزب الله دائرة نيرانه لتطال مستوطنات جديدة في الشمال ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، قبله تزايد غضب المستوطنين في الشمال على الحكومة والجيش الإسرائيليين. تقرير منال إسماعيل.
بقوة فرضت التطورات على الجبهة الشمالية نفسها على جدول الأعمال الإسرائيلي، فحرب الاستنزاف المستمرة التي تعيشها المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان منذ نحو 11 شهرا، وتوسيع حزب الله دائرة نيرانه لتطال مستوطنات جديدة ردا على توسيع الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، خلقا واقعا معقدا في الشمال مع شعور باليأس لدى المستوطنين هناك. الأشخاص هنا يائسون من هذا الوضع وهذا الواقع ومن الروتين الذي أصبح محزنا وقاسيا مع صفارات إنذار لا تتوقف. إنه يوم آخر من الحرب هنا في الشمال. هذا يوم إضافي أضطر فيه لإخبار عائلات أخرى أن منازلها تضررت. هذا هو الواقع في الشمال منذ 11 شهرا وهناك إطلاق صواريخ من دون إنذار. وفي موازاة ذلك يتزايد الغضب في أوساط المستوطنين في الشمال من تعامل الحكومة والجيش الإسرائيليين معهم باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية من دون وجود أي أفق للحل أو للعودة إلى منازلهم. الأمر لا يصدق. رئيس الحكومة تحدث إلى الجمهور ولم يقل كلمة حول متى سيعود السكان إلى الشمال. نحن طوال الوقت نهدد لبنان بإعادته 25 سنة إلى الوراء، لكن هم من أعادون إلى الوراء حيث لا حضور لنا في الشمال، ومن بقي هناك هم فقط مجموعات الجاهزية والمزارعين. خبراء أشاروا إلى أن النتيجة المباشرة لاتساع نطاق هجمات حزب الله وإدخال المزيد من المستوطنات في الشمال إلى خط النار كانت ارتفاعا كبيرا في عدد الطلبات لتلقي دعم نفسي، حيث توجه أكثر من 4400 مستوطن لتلقي العلاج بعد نوبة هلع أو صدمة من جراء صواريخ حزب الله، فيما كشفت معطيات الشباك أن شهر آب أغسطس هو الشهر الأكثر استهدافا في الشمال منذ بداية الحرب، حيث تم في خلاله إطلاق 1307 صواريخ على إسرائيل، أي بمعدل أكثر من 40 صاروخا يوميا. دكتور عماد الحطبة، بالأمس بنيامين نتنياهو كان في الشمال، شمال فلسطين المحتلة، وتحدث من هناك وقال أنا على يعني مقربة من الحدود اللبنانية ونحن دمرنا، كرر الكلام الذي يتحدث فيه عادة، دمرنا آلاف الصواريخ ومنصات الصواريخ لحزب الله وسنغير من الواقع الميداني في هذه الجبهة. مباشرة تحدث خبراء على التلفزيونات الإسرائيلية، أعتقد القناة إسرائيل 24، وقالوا بأن بنيامين نتنياهو لم يكن في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية، إنما كان في صفد وهي تبعد حوالي يعني 40 كيلومتر عن مناطق يعني حدودية مع لبنان، وبالتالي كل ما قاله كما يقولون هو كذب. الواقع في الشمال مؤلم جدا بالنسبة لإسرائيل. كيف تقيم الواقع الآن في الشمال وكيف أثر هذا الواقع أيضا على الداخل الإسرائيلي؟ لا، بغض النظر أين وصل نتنياهو، هل كان في صفد أم كان يقف على الخط الأزرق، فهذا لن يغير من الحقيقة أو الواقع شيء. الواقع والحقيقة تقول أن حزب الله هو صاحب اليد، والمقاومة الإسلامية هي صاحبة اليد العليا في الشمال، ولا أو أن السكان المستوطنات تم تهجيرهم، وأن الجيش الصهيوني عاجز حتى الآن عن حماية حدود الشمالية وعن حماية حدود فلسطين المحتلة من الشمال. كان أمامه 11 شهر لو كان يقدر أو يستطيع أن يحمي لحمة. هلا أن تقتل شخصا في مركبة، أن تقتل شخصا على دراجة نارية، هذا ليس نصرا يعني. وأصبح حتى الجمهور الموجود في الداخل والذي كان يطرب لمثل هذه العمليات الاغتيال يعني لم يعد تعنيه كثيرا، وانت يعني قد تكون تابعت مثلا اغتيال القائد ابو العبد هنيه، اسماعيل هنيه في طهران، نعم في طهران، يعني لم يحدث تغيير في الشارع الاسرائيلي، ما زالوا يخرجون في المفاوضات، لم يعد الشارع يقتنع. لماذا؟ لانك اذا غادرت منزلك وأنت تسكن في أي من المناطق الوسطى من فلسطين المحتلة، وأنت يعني وكان هذا الشخص
من سكان من المستوطنين، ستجد مستوطنين قادمين من الشمال يشتكون، إن فتحت التلفاز تراهم يشتكون، ترى رؤساء البلديات. إذن من الناحية العسكرية والسيطرة على الأرض، السيطرة على الأرض هي لحزب الله. هلأ سياسيا أنت تهزم، لماذا؟ لأنك في كل مرة تحاول أن تقوم بعملية مثل اقتتال قائد فؤاد شكر، أنه هل هذا سيدمر حزب الله وهذا سينهي وآلاف الصواريخ. وأنت إذا تذكر أثناء الرد في يوم الأربعينية على العدو تحدث عن آلاف عشرات آلاف الصواريخ والطائرات، ثم تراجع يعني بعد قليل تراجع عن هذه السردية التي أعلنها في البداية. ذلك واكتشفنا أن هناك مركزا أمنيا كما وصفه سماحة السيد أصيب، وأن هناك قتلى وبينهم ضابط كبير. إذن أنت مهزوم سياسيا، مهزوم عسكريا، وهذا ينعكس على الداخل بحدة المجتمع اليوم. أنا لا أقول أن إسرائيل ستسقط غدا أو بعد غد، لكنني أقول أن هذا الكيان لم يكن في يوم من الأيام مشظم من الداخل، مفتت من الداخل كما هو عليه اليوم، ولم يكن هشا كما تنبأت المقاومة سابقا كبيت العنكبوت كما هي هشاشته اليوم. هو اليوم هش، ولو كان هناك فعلا قوة عربية يعني منظمة، لو كان هناك سلطة تحاول الدفاع عن، إذا كان لديها أي سلطة تحاول الدفاع عن شعبها، لهذا لتراجع تماما كما يقف. يعني لو العسكر الفلسطينيين يقفون للدفاع عن جنين سيتراجع كما يتراجع عن غزة وكما يتراجع عن لبنان وهكذا. اليوم هذا الكيان مهزوم، لكن للأسف تقابل بعض العقليات الرسمية العربية المهزومة أكثر منه فلا تتصدى له ويستفيد منها. طيب. لكن المقاومين في غزة في جنوب لبنان يدركون أن هذا العدو مهزوم وبالإمكان الانتصار عليه. طيب سيد عمار خضر، يعني إلى أي مدى يمكننا القول بالفعل بأن إسرائيل الآن متشظية كثيرا من الداخل وهي في حالة انهيار؟ أم إذا استخدمنا هذه العبارة بأن إسرائيل في حالة انهيار كما يصفها البعض يعني من داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، هناك مبالغة في الوصف؟ حقيقة هناك يعني مشاكل كبيرة وتشظي في داخل المجتمع، لكن هل وصلنا إلى درجة الانهيار؟ أعتقد أنها لحد الآن لم نصل إلى هذه المرحلة، وإن كان إطالة أمد الحرب يمكن أن يوصل هذه التشظيات وهذه الخلافات إلى درجة أكبر من ذلك تؤثر على حتى النسيج الاجتماعي في داخل دولة الكيان، ويمكن أن يصل الأمر إلى حرب أهلية. كانت الخلافات قبل 7 أكتوبر موجودة في داخل دولة الكيان، وهي انقسام يعني حاد في داخل هذه الدولة سياسيا ودينيا وطبيعة شكل الحكم في داخل دولة الكيان، وحدتهم الحرب نوعا ما إلى فترة من الزمن. الآن بدنا نرى أن هذه التشظيات وهذه المشاكل والخلافات بدأت تعود إلى السطح من جديد، لنرى أنه يمكن أن تتعمق هذه الخلافات في ظل أن الفشل يلاحق هذه الدولة، وأن استمرار الاستنزاف قد يؤثر عليها بشكل أكبر من ذلك ويعمق هذه الخلافات بشكل أكبر. أشكرك جزيل الشكر عمار خضر، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من جنين. وشكرا للدكتور عماد الحطبة، كاتب وخبير في الشؤون السياسية، انضم إلينا من عمان. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.